طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: ما حكم الدين في إمام سريع القراءة ويأكل بعض الكلمات في القراءة في الصلاة؟ العلماء الفقهاء قالوا إذا كان الإمام بيسرع في القراءة في سورة الفاتحة تحديدا، سرعة مخلة، لأنه قال لك هنا يأكل بعض الكلمات في القراءة. إذا كان السرعة دي بيأكل فيها بعض الكلمات في سورة الفاتحة تحديدا، فالصلاة وراء هذا الرجل لا تجوز، ما بتجوز. طيب إذا أنت دخلت جامع، ماشي جامع وما عارفه، دخلت لقيت الإمام بيأكل في الفاتحة أو بيقرأ غلط، عديل الفاتحة بالذات لأنها ركن من أركان الصلاة. فالمالكية قالوا إذا دخلت بالصلاة وسمعته بيأكل في الفاتحة تزح، أنت جوا الصلاة، تزح منهم شوية، ما تقطع صلاتك، تزح من الإمام، تنفصل عنه وتواصل صلاتك، باقي صلاتك براك، وتسلم وتتخارج تمشي. والدليل على إنك تزح وأنت جوا الصلاة استدلوا بحديث: أفتان أنت يا معاذ؟ لما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بالناس العشاء وقرأ البقرة أو نحوها، وفي رجل كان فكلمه في الزراعة حقته، لما لقى معاذ بن جبل طول وقرأ البقرة كاملة أو نحوها، الرجل زحى كده، زحى براو، واصل صلاته براو، يعني انفرد من الإمام ومن المأمومين، واصل الصلاة براو وسلم ولحق الزراعة بتاعته، بعدك شكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أقر الرجل، ما قال له صلاتك باطلة، وعاتب معاذ بن جبل وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ إلى آخر الحديث. أما إذا كان بيأكل القراءة في غير الفاتحة فالصلاة لا تبطل، لكن الأفضل يا جماعة إنه يقدموا أصلا أقرأهم لكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا، أو قال فأقدمهم سلما، أو قال فأكبرهم سنا، كما موجود في الروايات. فما يجوز يقدم زول ما بيعرف يقرا القرآن، حرام الكلام ده. طالما في زول بيعرف يقرا يتقدم زول اللي بيعرف يقرا، ما يغشوك يقول لك ده الإمام عينوه ناس اللجنة وما عارفوا ليك، المفروض يتقدم الزول الأقرأ لكتاب الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني قال: لدينا إمام يقول أذكار في صلاة الفجر بعد الصلاة غير الأذكار المعروفة. ده بعد الصلاة بيقول أذكار برا وقاطعة من راسه، وده بيكون صوفي أو من جماعة الأخوان المسلمين أو من حزب التحرير أو من هذه الفرق والأحزاب المبتدعة الضالة، لأنه بتلقى حسن البنا عنده كتاب صغير اسمه مجموعة أوراد حسن البنا، قاطعة من راسه، ما حقت الرسول صلى الله عليه وسلم. التجاني أحمد التجاني شيخ التجانية عنده أذكار قطع من راسه براو، ما جات في الكتاب ولا في السنة. قال الرسول: جاني يقظة لا مناما وأعطاني صلاة الفاتح، وقال لي قراءة المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعادل قراءة القرآن 6000 مرة، وده كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه ما في كلام أصلا زي كلام الله زي القرآن. خليه يكون كلام أحمد التجاني أفضل من كلام الله ذاته 6000 مرة، ده كفر بالله عز وجل. والطريقة التجانية دي أصلا طريقة عقائدة كفرية، لكن ما تجانية برا، كل الطرق الصوفية. لكن بعد ذلك نحن بنعذر يعني بعض الناس الجهلة من الدراويش
الخشي ياكلوا الفته بالكوارع والجماعه ديل بنعذرهم بجهلهم. يعني ما بنكفرهم، اي زول قال صوفي معناته كافر، لا ما بنقول كده. لكن العقائد بتاعت الطرق الصوفيه الموجوده في الكتب كلها كفر، العقائد دي كلها كفر، لابد تعتقد هذا الكلام، كلها كفر. لانه ما ممكن صلاه الفاتح افضل من القران بسته الاف مره، ما ممكن. طيب، فالاذكار غير اذكار الاذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد الصلاه دي باطله وبدعه، والله ما بيقبلها، واللي بيقولها عليه ذنب، مش الله ما بيقبلها بس، عليه ذنب، ذنب البدعه. وبعض العلماء يقولون ان البدعه ان البدعه من الكبائر، والدليل ما رواه مسلم من رواية جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وابن تيمية رحمه الله يقول فيما معناه: إن البدعة هي كل ذنب توعد الله صاحبها بدخول النار، إن الكبيرة عفوا كل ذنب توعد الله صاحبها بدخول النار أو حرمان من الجنة أو لعن أو قذف أو خسف أو مسخ. فالبدعة من الكبائر، لأنه قال: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في ناس ثانيين بعد الصلاة لما يسلموا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول لك: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك السلام، وعليك السلام، أدخلنا الجنة دارك دار السلام بسلام. كله باطل، ده ما من الدين يا جماعة. هي ثلاثة كلمات بعد ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثة مرات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أنت السلام. احفظها كويس: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثلاثة كلمات: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما الناس اللي بيقولوا اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وعليك السلام، وإليك السلام، ده بدعة. نمرة اثنين، ده محرم بالنص النبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. ما ممكن تقول وعليك السلام، ما ممكن ده تقوله لربنا اصلا. طيب، السؤال الثالث، قال: في بعض الاحيان يصلي بنا احد الصوفيه وانا لا احب الصلاه خلفه، هل اصلي لوحدي؟ الشيخ بن باز فرق في فتوى حقته مسجله موجوده رحمه الله بين الزول اللي بيقول يعني هو صوفي يعني ساكت درويش وخش ياكل الكسره وكده، وبين الزول اللي بيعتقد العقائد ذاتها بتاعت الصوفيه. وفي الغالب الليله عندنا حسب واقعنا في السودان هنا، حسب الواقع، حسب التتبع والاستقراء، انه الزول اللي بيقول لك انا صوفي وطريقتي الطريقه الكذا، في الغالب تلقاه بيعتقد العقائد الكفريه. فلذلك ده الصلاه وراه ما بتجوز، ما بتجوز. زول صوفي ويعتقد انه الشيخ بدي جنى، والشيخ بيعلم الغيب، ها؟ وودى مرته للشيخ اللي زرقاب لانها ما ولدت، خدتها عنده 48 ساعة، وجا ساقها بعد ذاك بعد 48 ساعة من تحت الشيخ ومشى، عرفت كلامي؟ فأي زول بيعتقد عقائد زي دي انه الشيخ بدي جنى، أو الشيخ بيعلم الغيب، أو الشيخ بينزل المطر، أو بيستغيث بغير الله بالشيوخ واللي بيسميهم أولياء هما ما أولياء لله، ده الصلاة وراه باطلة، باطلة عديل، ما يجوز أصلي وراه. نعم. آخر سؤال، قال: لماذا السعودية السعوديين أنشأوا قبة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول حاجة، ده ما سعوديين، يروى ويقال إنه ده رجل اسمه ابن طولون، واصلا النبي عليه الصلاه والسلام ما دفن جوا المسجد ذاته، ولا القبه دي بناها ولا الصحابه، وانما النبي عليه الصلاه والسلام دفن في حجره عائشه. ليه ما ودوا المغابر بتاعت البقيع مع الصحابه؟ ليه؟
لأنه أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق الصحابة اختلفوا، قالوا أندفنه بالبقيع موضع موتانا، موضع موتانا، أم أين ندفنه؟ فدخل أبو بكر الصديق وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يعني لو في نبي مات جنب البتاعة دي ما صح يدفنوا جنب الشنطة دي، يزحوا دي يشيلوها ويدفنوا تحيط طوالي. ده الحديث كده، وده للأنبياء بس، البرع ما معهم، برع ده كلب ما معهم، عرفت كلامي انت؟ ما معهم، ده للأنبياء للرسل فقط، دي أول معلومة تعرفها. فدفنوا بناء على هذا الحديث النبوي في حجرة عائشة. وما الحديث ده كل الأنبياء، يشمل كل الأنبياء، يعني يوريك إنه الحكم ده في كل الأنبياء، محل ما ماتت في نبي بس، غير نبي ما في. ده واحد. اثنين، حجرة عائشة كانت جنب الجامع بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. جعصر الوليد بن عبد الملك، وده ما من الصحابة، ما من الصحابة، جاء في عهده قام وسع الجامع بالجانب بتاع حجرة عائشة ودخل حجرة عائشة جوا الجامع. العلماء الموجودين انه قال لا ما يجوز، ما اشتغل بهم، قام دخل جوا، دخل جوا الجامع. الفقهاء عندهم حكم معروف، قالوا اذا في اي جامع فيه قبر بعاينوا الجديد ياتوا، بيزيلوا بيخلوا القديم. يعني اذا الجامع كان جديد والقبر قديم بكسروا الجامع بيخلوا القبر. ده حكم عام في اي مسجد فيه قبر في الدنيا دي، ده حكم الفقهاء ذكروا بناء على الكتاب والسنه. إذا كان القبر جديد والجامع قديم بينبشوا القبر. طيب في حالة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الجديد ياتوا والقديم ياتوا يا جماعة؟ ها؟ لا، الجامع ولا القبر؟ الجديد ياتوا، الجديد القبر، والجامع شنو؟ قديم، لأنه الجامع ده ما بناه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، يبقى القبر جديد والجامع شنو؟ قديم. يبقى الحكم شنو؟ ينبش القبر. اها، الفقهاء قالوا ده بيجيب مفاسد عظيمه جدا جدا، عرفتها؟ والشريعه في قاعده اسمها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فجو السعوديين عملوا له حيطه مثلثه عشان ما في اي صوفي يصلي على القبر. يعني اي صوفي لو خلى الله ما دار يصلي لله، دار يصلي للقبر، لو وقف كده ما بيقصد القبر، لو وقف كده ما بيقصد القبر، لو طار فوق ما بيقصد القبر. عملوه بطريقه شنو؟ هندسيه. اما دفن ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ليه دفنوا هنا؟ اولا دفنوا في حجره عائشه ما جوا الجامع، ولما جاء الوليد بن عبد الملك هو دخل الحجره جوا الجامع. ثانيا بعض العلماء قالوا ده باجماع الامه، ولحديث في صحيح البخاري عديل، وهو حديث بئر أريس من رواية أبي موسى الأشعري، قال قلت لأكونن اليوم بوابة رسول الله. فجلق النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوا البير ده، وحوالين البير في سور وفي باب، فجاء وقف حرس النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء أبو بكر الصديق فقلت انتظر حتى أستأذن لك، فمشى للرسول عليه الصلاة والسلام طلب له الإذن، قال له إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في البير، ودلدل كرعين وقعد عن يمين الرسول. فجاء عمر فأذن له بعد ما استأذن له، وقال له بشره بالجنة. فجلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام في البير ودلدل كرعينه، بقى الرسول في النص وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شنو؟ عن شماله. قال سعيد بن المسيب وقد أولت ذلك بقبورهم، ده في البخاري، قال وقد أولت ذلك بشنو يا جماعة؟ بقبورهم، إنه نبي في النص وأبو بكر بجاي وعمر بجاي. نمرة ثلاثة، ده كان بإجماع الصحابة ويروى الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأعلى مراتب الإجماع إجماع الصحابة، فالصحابة كلهم أجمعوا على جواز دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ليه؟
قالوا لأن الرسول في حياته كان يقول دخلت أنا وبكر وعمر، خرجت أنا وبكر وعمر، ذهبت أنا وبكر وعمر، أنا أؤمن بهذا وبكر وعمر. ده فيه البرعي، فيه المكاشفي، ده كله ما في. أما القباب والأضرحة الموجودة الليلة على وجه الأرض كلها باطلة، وده شرار الخلق عند الله. الناس اللي عاملين قباب ديل كان صوفية ولا غيرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال شرار الخلق عند الله الذين يتخذون من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. والله تعالى أعلم.